وهنبدأ معاكم أولى فقرات صباح الخير يا مصر كالعادة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. تم التباحث حول التعاون المشترك بين مصر والبحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيد الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة غريب 8 واللي استمر لعدة أيام، وده في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كمان امبارح كان في اخبار ثانيه مهمه زي الجوله اللي عملها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مدينه العالمين الجديده وتفقد المشروعات السكنيه والسياحيه اللي بتتم وتوسعه طريق اسكندريه مطروح الساحلي، ايضا نفي الحكومه وجود نقص في الادويه بالمستشفيات الحكوميه والصيدليات. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها الجولة التفقدية اللي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية. وتفقد الدكتور مدبولي أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي اللي بيتم الانتهاء منه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعرض 7 حارات مرورية في كل اتجاه، والتوسعات دي هتساهم في تيسير الحركة المرورية واستيعاب الكثافات. وخلال جولته بمدينة العالمين الجديدة استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية. كمان اطلع رئيس الوزراء على سير العمل بمشروع تنفيذ كومباوند عمراني متكامل على مسطح 707 فدان. امبارح برضه تفقد رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المدينة التراثية وتفقد مجمع السينمات وتجول في أروقة المسرح الروماني. ووجه دكتور مدبولي بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازا الرئيسية بأفضل صورة وكمان التوسع في أماكن الاستراحات. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي تم تداولها حول وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، وقالت إن كل الأدوية متوفرة بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، ده غير إنه كمان متوفر جميع البدائل للأصناف المختلفة. وزارة الداخلية نشرت فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة رصدت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 20 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1977 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية
بمضبوطات بلغت 235,160 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,334 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1,374.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 47 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 366.5 طن، وكذلك ضبط 4209 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن. كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2450 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط أكثر من 271 طن. كما تم ضبط 121 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 134 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303,646 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62,454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4261 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 210 سائق منهم. كما تم المرور على 149 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 329 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 329 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 424 سيارة و50 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 11,982 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1,937 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2,328 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4,581 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4,894 مخالفة ملصقات وضبط 99 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 674 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,126 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,923,994 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 241 قضية، من بينها 162 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 78,441,238 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1669 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,816.5 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,377,570 جنيها. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات. معانا كمان مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها تدشين مبادرة 100 قائد في الأليوبية وتحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح من حول العالم في الأقصر، وأيضا إنشاء وحدة لشؤون ذوي الهمم بالديوان العام في الشرقية، وأخبار تانية مهمة كمان في بورسعيد والإسماعيلية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، البداية من الأليوبية اللي تم فيها تدشين مبادرة 100 قائد خلال اللقاء الحواري اللي ضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية مع مجموعة من شباب الأليوبية وبرلمان الشباب. في الأقصر تم انطلاق 30 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي إلى سماء غرب الأقصر، واللي أقلت على متنها حوالي 600 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، وده للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل. في الشرقية نفذت مديرية الصحة القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القصبي غرب بمدينة صان الحجر، واللي وقعت الكشف الطبي على 2,262 مواطن مع تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الشرقية أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار بإنشاء وحدة شؤون ذوي الهمم بتتبع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وده لتقديم الخدمات المتاحة لهم بشكل ميسر. في بورسعيد أعلن الدكتور حسني عطية عزام مدير عام مديرية الزراعة حصول المديرية على شهادة الأيزو علشان تكون أول مديرية خدمية وأول مديرية زراعة بتحصل على شهادة الأيزو على مستوى الجمهورية. في الإسماعيلية قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية دخول كبار السن فوق 60 سنة مجاناً لجميع شواطئ وأندية الإسماعيلية وفي كافة المراكز والمدن الأخرى على مستوى المحافظة، وقال إن القرار ده بيسمح لأي شخص تجاوز 60 من العمر بالدخول بالمجان بمجرد إظهار بطاقته الشخصية.